هي راح ان شاء الله نشرح لكم مشروع قانون الصادر مؤخرا، ولا مشروع قانون المقترح لانه لم يتم بعد الانتخاب او الموافقه عليه من طرف مجلس الشيوخ الفرنسي. انا والله في حقيقه الامر لم اتجرأ للحديث عن هذا القانون لاسباب معينه، وهي كالتالي: في بعض الاحيان مشاريع قوانين هنا بالاراضي الفرنسيه يتم عدم المصدقة عليه ويتم إلغاؤها تلقائيا، ويبقى مشروع قانون، وبما أنه يبقى مشروع قانون فمعنتها هو عبارة عن حبر على ورق، وصارت ديجا من قبل، ولذلك تفاديت الحديث عنه لأنني لست متأكدا إن سيتم المصدقة عليه أو لا يتم المصدقة عليه. أصلا هي في السدس الأول من هذه السنة الجارية 2023 سيقترح أو سيقترح على مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي سيأخذ قرار في حال ما إذا كان سيتم المصدقة عليه أو لا يتم المصدقة عليه. في بعض الأحيان يتم المصدقة على بعض النصوص بعض البنود، ولا يتم المصدقة على بنود أخرى. يعني ذلك مشروع قانون هذا فيه بنود فيه مواد، الكثير من الأصدقاء والناس والإخوة اللي عندهم شبكات التواصل اللي نشطوا في شبكات التواصل الاجتماعي تم شرح هذا القانون حسب المقترح حسب ما تم اقتراحه، ولكن يبقى مشروع قانون يقدروا يصدقوا عليه فيطبق 100%، يقدروا يصدقوا على بعض البنود ولا يصدقون على بعض البنود، فتؤخذ البنود التي تمت المصدقة عليه بعد الاعتبار والباقي يتم إلغائهم. في بعض الأحيان لا يتم المصدقة عليه نهائيا ويصبح ورق على يصبح حبر على ورق. مؤخرا عندها شارلوت رونتو على كل حال داروا مشروع قانون يتعلق بالجنسيه الفرنسيه بالنسبه للجزائريين مولودين قبل الاستقلال هنا على الاراضي الفرنسيه. تم اخذ هذا المشروع، تم التلاعب به وبداوا يشرحوه بطريقه غير صحيحه، وقالوا باللي الناس اللي زايده قبل 62 هما كان في اصل مشروع قانون يتحدث على الجزائريين المولودين في الأراضي الفرنسية قبل الاستقلال، ولكن تم التلاعب ببنوده وقدر يقنع أمة بأكملها بأنه مشروع بأنه قانون تم تطبيقه على كل جزائري ولد قبل الاستقلال، والقيت الجزائريين والقيت كاع الجزائريين سونس اكسبسيون طالبوا بالجزية نسبة لأنهم ازدادوا قبل الاستقلال. ايماجينو كان الجزائريين كاع اللي زادوا قبل الاستقلال يطلبوا الجزية ويديوها، تسمى ولادهم من حقهم يديوها، ولاد ولادهم كيف دير لاجيري تولي فرونسي سي با بوسيبل سا مارش با. ولكن حقيقة تلعبوا بهذا المشروع وفي الأخير لم يتم المصادقة عليه وبقى حبر على ورق، وإلى يومنا هذا لازال البعض مازال يؤمن بذلك المشروع على أساس أنه قانون وأنه تم تطبيقه، وراهم يحاولوا يطلبوا الجنسية سي لا باس سوني افون لانديبوندونس سو ناجيري سو فرونس سي بور سا جي فيت شاك فوا. كل ما يديره مشروع قانون لا أتحدث عليه أتفاداه. لماذا؟ لأن أريد بحب من خلال قناتي أن أوصل المعلومة إلى أصحابها تكون صحيحة 100%، ولكن حسب ما راح يدور في الساحة السياسية الفرنسية أعتقد أنهم سيتم التصويت على هذا القانون. أنا في اعتقادي راحين يأخذوه بعين الاعتبار لأن هذا القانون يساعد الجميع، يساعد اليمين المتطرف والمعارضة، ويساعد أيضا الحزب الحاكم كما يساعد بعض الأطراف أرباب العمل، ويساعد كما يقولوا حتى المهاجرين يساعد في بعض الأحيان. ولكن أنا راح نشرحه على شكل سلسلة، وخذيت الخطوط العريضة لهذا القانون بها نقدر نوصل معلومة، خذيت كما يقولوا الخطوط العريضة، بعدها نستنى إذا كان حقيقة قاموا بتطبيقه والتصويت عليه وأخذ بعين الاعتبار راح نشرحه بار ديتاي. أما إذا كان لم يتم أخذ بعين الاعتبار وتم كما يقولوا إلغاء بعض البنود وأخذ بعض البنود، نزيد نشرحه بيان ديتاي بمعلومات تكون صحيحة 100%. ولكن في هذه السلسلة بتكون من أربعة أعداد أنا رايح نشرح لكم هذا المشروع ليبقى مشروع وليس بقانون. المهم هذا العدد الأول نعطيكم الشرائح اللي أغلبيتها راح يقيس هذا المشروع إذا كان تم تطبيقه، وفي العدد القادم نبدأ كما نقولوا نجزء خطوط العارضة. في هذا اليوم حبيت نوصلكم معلومة أن هذا القانون حسب فهمي وحسب دراستي لهذا القانون يقيس ثلاث شرائح،
وتم إضافة مؤخرا شريحة رابعة. المهم الشريحة الأولى هي الشريحة المهاجرين طالبي اللجوء. طلب اللجوء هو ضمن قانون سيزودا وليس ضمن قانون الهجرة في حقيقة الأمر ولا قانون سيركيلار دفاس. نو سيركيلار دفاس يتحدث على سون بابيي، وقانون اللجوء هو مندمج ضمن قانون سيزودا. سيزودا شرحته هو قانون دخول وخروج الأجل من وإلى فرنسا من داخل وخارج وخروج الأجل من فرنسا، اللي صدر في الأصل سنة 1945 وتم كما قلوا تعديله عدة مرات وعدة مرات إلى يومنا هذا. إذا هذا القانون الجديد راح يقيس ولا راح يقوم بعدة تغييرات في قانون اللجوء واللي نشرحها في الفيديو القادم. الشريحة الثانية راح يقيس لي سون بابي اللي راهم على الأراضي الفرنسية وراهم عمال وراهم خدامين في عدة قطاعات معينة. يعني كاين بعض القطاعات هنا في الأراضي الفرنسية التي تحتاج إلى يد عاملة، دونك اللي راهم خدامين في هذه القطاعات، وإذا كان توفر فيهم بعض الشروط يتم إدماجهم في هذا القانون. يعني يتم إدماجهم مع توفر بعض الشروط اللي نشرحها في العدد الثالث. الشريحة الثالثة هم نفسهم لي سون بابي اللي عندهم سكون ابل اللي تحصلوا على قرار الطرد او كي تي اف، قرار الطرد من الاراضي الفرنسيه. فكل شخص متواجد على الاراضي الفرنسيه وعنده او كي تي اف فيعتبروه شريحه وعاملوه بطريقه، يعني صدروا اوامر وصدروا تعليمات. احنا ماهيش اوامر لان تكون قانون مشروع قانون وليس قانون. دونك اللي عنده او كي تي اف داروا بعض التعديلات وبعد واضطرفوا الى بعض الامور اللي نشرحها في العدد الرابع. ومؤخرا يعني زادوا شريحه الاطباء والقطاع الصحي واقترحوا مشروع ايضا، يعني يكون تقدروا تقولوا عباره عن مشروع تكميلي للمشروع الاول، وعبارة عن مشروع تكميلي للمشروع الأول اللي يتحدث عن الأطباء اللي رايحين يفتحوا الأبواب، سواء الأطباء اللي راهم هنا في الأراضي الفرنسية من جنسية أجنبية ويزيدوا يفتحوا الأبواب للأطباء من خارج أوروبا، أطباء من خارج أوروبا بما في ذلك تونس، الجزائر، مصر إلى أخرى دول أخرى، ورايحين يطبقوا بعض القوانين عليهم ليست نفس القوانين التي راه نفس القوانين اللي راهم يخدموا بها فيها في الوقت الحالي. إذا المشروع هذا الخطوط العريضة دياله ينقسم إلى ثلاث أقسام. الشريحة الأولى القسم الأول لتقيس ولا كانت ولا كما يقولوا القانون موجه تغييرات لطالبي اللجوء. القسم الثاني الأشخاص اللي راهم عاملين على الأراضي الفرنسية هنا ولا في قطاعات معينة بينهم زراعة بينهم المطاعم إلى غير ذلك. الشريحة الثالثة الأشخاص اللي تحصلوا على قرار الرفض، لأن الأشخاص اللي تحصلوا على قرار الرفض تم تصنيفهم من جهة، والأشخاص اللي ما عندهمش قرار الطرد وخاصة العاملين تم تصنيفهم بطريقة أخرى حسب تصريحات الفرنسيين والسياسيين. يقول لك نعملوا اللطفاء بلطف والأشرار بنفس الميكال، يعني بنفس الدعم. وبولي فرنسي يعني او كي تي اف هو شرير مالوريزمون هذا هو الاعتقاد تاعهم، يعني او كي تي اف لاشتا انسان عادي وانسان ترونكيل وخدام وخاطي المشاكل في طريقه تصادف مع الشرطه، داوه للبوست وداروا له ديكلاراسيون داروا له انتيريو وقالوا له وداروا له او كي تي اف، يعني مغادره التراب الوطني، بمجرد انه داروا له او كي تي اف يعني قرار مغادره التراب الوطني، وبمجرد انه لم يغادر فيعتبر شرير حسبهم، ورايحين يتبقوا بعض الإجراءات تكون صارمة ضدهم للأسف الشديد، ولكن إن شاء الله ما يكون غير خير كما يقولوا. وزيد مؤخرا زادوا كما قلت لكم مشروع قانون، وأنا نعتبره مشروع قانون تكميلي للمشروع الأول اللي رايحين يتحدثوا على مجال الصحة لنقص الأطباء والعاملين في مجال الصحة هنا في الأراضي الفرنسية. إذ بعض الإحصائيات راهي تقول لك بلي 6 مليون دو فرونسي 6 مليون بعد ما قسموا عدد الاعداد على الاطباء لقوا بلي كاين 6 مليون فرنسي ما عندهمش طبيب، يعني ما كاينش ميديسان تريتون، باسكو في فرنسا كل شخص عنده ميديسان تريتون، هنا في فرنسا قال لك كاين 6 مليون فرنسي ما عندهمش ميديسان تريتون. حنا ماناش متاكدين لان مجال الصحه راه
يعني عالي ومليح، ولكن مجال الصحة راه ينقص إلى عمر. وفي الأعداد القادمة بحول الله سأتطرق إلى شرح كل شريحة، يعني ما هي التغييرات اللي يحبوا يغيروها، ما هي التغييرات اللي خذوها في كل شريحة. ولكن أنا دائما أقول لا، يبقى مشروع وليس بقانون رسمي بعد ما يطرح على مجلس الشيوع، بعد ما يؤخذ القرار نشوف ما هي البنود التي تم الموافقة عليها وتطبيقها، والبنود التي تم إلغائها ونعود نشرحوها بصفة دقيقة وتكون صحيحة 100%. ولكن السؤال المطروح في هذه القضية هو سيركيلار ديفاس، هل بمجرد إذا كان الفرنسيين صرفوا على هذا المشروع الجديد ستلغى تعليم الفرنس، أو أن تعليم الفرنس ستبقى سارية مفعول بجلب هذا المشروع الجديد ويبقوا يخدموا فيهم في زوج؟ إذا كان يبقوا يخدموا فيهم في زوج فهذا حاجة مليحة، يعني كاين إضافيات. أما إذا كان لغاوا تعليم الفرنس وبدأوا يخدموا غير في المشروع هذا، ففي هذه الحالة يعني تكون هناك سلبية. نقول لكم خالتي تحية طيبة، ونتلاقوا في ساعة الخير إن شاء الله، ونقدم جديد بحول الله مستقبلا. واللي حب يتواصل معي ما عليه إلا بالتواصل على فايبر ولا واتساب 2037 57 83 66، أو الرقم الهاتف 2037 56 86 16 09. نقول لكم تحية طيبة، ونتلاقوا في ساعة الخير بحول الله. ألف سلامة.